حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، حلقة جديدة متجددة دائما برنامجكم اليومي وعلى الهواء مباشرة. مساء الخير يا كويت، ارحب كل العاملين في هذا البرنامج وتحديدا زميلي عبد الله. مساء الخير. مساء الخير مشعل، مساء لك بالخير ومسي بالخير على السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. ومثل ما عودناكم العديد من التقارير والضيوف الكرام والمواضيع اللي ان شاء الله تفيد الجميع في حلقة هذا اليوم. نعم عبد الله مشاهدينا، اكيد راح نبدا حلقتنا ولكن عقب ما نتعرف على ضيوف لهذا اليوم. ضيوف حلقة اليوم: الدكتور أحمد الثويني العنزي رئيس الجمعية الطبية الكويتية، والدكتور محمد دشتي رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية، وحديث عن الاحتفال بيوم الطبيب في الكويت. الدكتورة شيخة السند مدير برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وحديث عن مشروع مراقبة الأداء والسلامة الإنشائية للجسور. الأستاذ الدكتور فيصل مناور مستشار في المعهد العربي للتخطيط ورئيس فريق التدريب الإلكتروني في المعهد، وحديث عن الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط. بعد ما تعرفنا معكم مشاهدينا على ضيوفنا لهذا اليوم، ما في شك طبعا بأن الصحة هي هدية من الله عز وجل والمحافظة عليها واجب ومسؤولية، عشان كذي لازم نحافظ عليها ونراعي أيضا والالتزام يا جماعة بالاحترازات الطبية وتلقي اللقاح. اللي للحين ما سجل يمديك تسجل لأخذ الجرعة الأولى ومن بعدها إن شاء الله الجرعة الثانية اللي وفرتها الدولة لكل مواطن ومقيم. لو أدركنا مدى أهمية الصحة لدينا لعملنا جاهدين للمحافظة عليها، لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. وقد سخرت دولة الكويت كل إمكاناتها المادية لتوفير الحماية والرعاية الصحية المتكاملة لكل مواطن ومقيم. ومنذ الوهلة الأولى لانتشار جائحة كوفيد-19 بادرت الدولة بحشد كافة الإمكانات من صفوف أولى تتمثل في الفرق الطبية والهيئة التمريضية وأيضاً القطاعات المساندة التي تعاون في تنظيم كافة الاحترازات الطبية والإرشادات مثل وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام وإدارة الطوارئ الطبية ووزارة الإعلام. لذلك يجب على كل منا أن يحافظ على صحتي وصحة الآخرين باتباع الإرشادات الدائمة والالتزام بالتباعد الجسدي وأخذ الإرشادات الصحية والتعليمات بهذا الشأن من الأجهزة المعنية، وأن لا نلتفت للشائعات، وأيضا الالتزام بأخذ اللقاح الذي وفرته الدولة لكل مواطن ومقيم. نتمنى السلامة للجميع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تحتفل جمعيات النفع العام الطبية في كل عام بيوم الطبيب في الكويت، وتأتي هذه الاحتفالية تكريما لأطباء الكويت ودورهم الإنساني، وخاصة في هذه الظروف اللي تمر بها دولة الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وللحديث أكثر حول هذه الاحتفالية وأهميتها، يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو كل من الدكتور أحمد الثويني العنزي رئيس الجمعية الطبية الكويتية، والدكتور محمد دشتي رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية. حياكم الله معنا، سعيدين جدا بتواجدكم في برنامج مساء الخير. يا هلا حياكم الله. حياك الله دكتور محمد وحياك الله دكتور احمد. في البدايه دكتور لو تعطينا فكره عن تعريفيه عن اللي هو الاحتفال بيوم الطبيب في الكويت. نعم طبعا يوم الطبيب يعني من الاسم
حال الاحتفال بأي مهنة أو أي فئة تخص يعني العالم كله فيها المهنة هذه، والأطباء يعني الكل يعرف دورهم الإنساني ومكانتهم من ناحية يعني العمل الإنساني والحفاظ على أرواح الناس وصحة الناس إلى آخره. الكثير من الدول تحتفل في هذا اليوم، يعني على مثال أمريكا تحتفل فيه صار لها أكثر من 70 سنة، ودول أخرى تتفاوت في التوقيت وأيضا تاريخ الاحتفال. أكثر الدول في العالم تحتفل معنا في تاريخ 30 مارس. فكرة أن نوثق اليوم هذا ويعني نؤكد عليه بالاحتفالية بالكويت بدأت تقريبا من 3 سنوات، وتم التواصل مع وزارة الصحة في خاصة قطاع العلاقات الدولية في تثبيت يوم 30 مارس ليكون يوم رسمي للاحتفال بيوم الطبيب. طبعا الهدف مثل ما يعني ما هو معروف دعم الأطباء وشكرهم وتقديرهم على عطائهم سواء بشكل عام أو خاصة بما يحدث حول العالم ووباء كورونا والتضحيات الكبيرة اللي يقومون فيها. نعم. انتقل بالسؤال دكتور محمد، شلون جت فكرة الاحتفال بهذا اليوم يوم الطبيب في الكويت تحديدا يعني؟ والله أمانة نفس ما ذكر زميلي الدكتور أحمد، هو يوم تحتفل فيه جميع الدول. كان بداية الاحتفال في بالأطباء المتميزين، بداية أول خلينا نقول الدول اللي كانت تحط هذا اليوم. احنا هنا عندنا بالكويت نسقنا مع وزارة الصحة وجمعيات النفع العام، وأمانة كان يعني كان ودنا السنة اللي طافت وهالسنة أن يكون في ترتيب أكبر من هالشيء هذا، لكن لسبب ظروف الوباء تم تأجيله أو خلينا نقول احتفالياته بس عن طريق الوسائل الإعلامية، ما قدرنا ننزل على أرض الواقع. لو نستذكر شوي قبل سنتين يمكن إخواننا بالجمعية الطبية احنا حاولنا نساهم بهالشيء هذا، لكن كان لهم دور اكبر في الاحتفال. كانوا يروحون للاطباء في عقر عملهم، كانوا يحاولون يوصلون لاطبائهم لتكريمهم او تشجيعهم في هذا اليوم. امانه يعني احنا بالفتره الحاليه نقدر نقول ان لازم العالم كله يحتفل في يوم الطبيب هذا، لازم العالم كله يكرم الاطباء للمجهود النفسي والجهد الجسدي اللي قاعد يتم خلال الازمه هذه. امانه يعني انا واحد من الناس اللي قاعد اشوف يوميا من بدايه الازمه، سواء من عدم الراحه، عدم اخذ الاجازات، عدم القدره على حتى التفكير في اي شيء غير العلاج للمريض ومحاربه هذا الوباء، الله يبعدنا عنه ان شاء الله. اللهم امين. يمكن دكتور احمد امانه انتم تحتاجون كل يوم احتفال في يوم طبيب الكويتي لما يقوم به امانه، مو بس في هذه الجائحه، على مدار اعوام نشوفكم دائما في مواجهه اي طارئ، ولكن شنو اهميه هذا اليوم بالتحديد على الطبيب نفسه؟ نعم طبعا فكرته بدأت بالكويت مثل ما ذكرنا قبل سنتين أو 3 سنوات بالتحديد. نعم. وكانت انطلاقته بعد مقابلة مع سمو صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الله يرحمه، صباح الأحمد الجابر الصباح. أطلقنا فيه جائزة الشيخ صباح للتميز الطبي، وبنفس الشهر أطلقنا يوم الطبيب. هو حال الجائزة هو لاستذكار دور الطبيب. نعم. وتمييزه في عمله وتشجيعه اللي سويناه مثل ما ذكر أخوي دكتور محمد دشتي. أول مرة رحنا إلى المستشفيات وكنا نوزع هدايا بيعني أكياس فيها رسائل تشجيعية، رسائل شكر، بعض المواد الطبية الخاصة بعملهم. نعم. وكلمات داعمة من صاحب السمو الراحل الشيخ صباح على ضوء ذلك. فلا شك أن يعني الاحتفالية به اليوم وإعطائهم الهدايا واستذكارهم، وطبعا مشكورين قنوات الإعلامية يساعدوننا في ذلك، واجب داعم نفسي كبير للأطباء، يعني يحفزهم على الاستمرار في العطاء والجهد. هم الحين قاعد يواجهون
أمانة في خاصة في الوباء يواجهون الوباء المميت. يعني توفوا الحين فوق 20 أو 30 طبيب دكتور محمد دشتي يسعفني بالأرقام فقط دفاعا عن المرضى. فما في شك أن مثل هاليوم شكرهم وتقديرهم يدعم الجانب النفسي للأطباء واستمرار العطاء. هذا التشجيع. نعم دكتور محمد، تكلمنا عن دور الأطباء يعني في المجتمع وخاصة في هذه الجائحة اللي قاعد تمر علينا وتمر على العالم أجمع. طيب أنا نفس ما ذكرت يمكن ما يحتاج أن هذا الجانب نفصل فيه كثر ما هو الجانب واضح لعامة المجتمع. يعني إحنا اليوم يمكن اللي نشوفه بعض الدور اللي إحنا نقدر نقوم فيه كجمعيات نفع عام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإعلامية في توصيل الهم اللي هم قاعدين يواجهون الأطباء. لكن أمانة يمكن الأطباء نفسهم هم أكثر من يعرف مدى الجهد اللي قاعد يتم بالقطاع الطبي. أنا ما أبي أبخص دور بقية القطاع الطبي، لكن وجب أن احنا نركز على الأطباء كون يوم يوم الطبيب. لكن أمانة منظومة متكاملة كل القطاع الطبي من تمريض من طوارئ طبية من مختبرات، ما أبي أنسى شيء معين، الكل قاعد يقوم بجهد لا إجازات لا راحة. يمكن حتى لو بندش على الجوانب النفسية صار في تشجيع من ناحية مكافآت، صار في تشجيع من ناحية إجازات، في بعض الظلم اللي وقع على الأطباء غير أن المجهود الجسدي والنفسي اللي كان يتم حصل بعض خلينا نقول التعسف، ما بقول تعسف، بقول أنه قصر في مكافأة هذه الفئة اللي هم الأطباء. إحنا بدورنا بالجمعيات النفع العام أمانة طالبنا بكثير من القضايا اللي وقعت على الأطباء خلال الفترة اللي طافت، طالبنا بترحيل الإجازات أو دفع بدل نقدي، طالبنا بسرعة إقرار هذه المكافآت، طالبنا بكثير من الأمور حتى لو كانت أمور معنوية ومادية فقط لتشجيع هذا الأطباء نفسيا، ويعني على الأقل أمانة داعم يكون. لأن احنا لو نشوف المساوئ اللي قاعد تصير، بعض الهجرة اللي قاعد تصير من الأطباء الغير كويتيين، بعض الخوف من الأطباء الكويتيين اللي قاعد يصير، لكن أمانة الجانب الأكبر منهم اللي واقفين بشجاعة في ضد هذا الوباء. نعم أكيد. ويمكن دكتور أحمد في كل بيت لازم يكون في عندهم شخص موجود من ضمن الطاقم الطبي، ولاحظوا الضغوطات النفسية، ضغوطات العمل اللي مروا فيها خلال أكثر من عام. أمانة يمكن بعضهم ما التقوا في أهلهم وكل هذا خوفا عليهم. فإذا يعني تضيف على الدكتور محمد على الضغوطات اللي مروا فيها خلال هذه الفترة. طبعا على ضوء الجائحة هذه والحرمان من الإجازات ونسينا البروتوكول العمل الروتيني، خلاص صار همنا إنقاذ الموقف. يتعرض الكثير من الأطباء مثل ما ذكر أخوي دكتور محمد دشتي إلى ضغوط نفسية، ضغوط جسدية تؤدي إلى احتراق وظيفي، وهذا أمر حاصل وقاعد نلمسه من البعض. لذلك خرجت بعض المنصات الطبية اللي تعني بصحة الأطباء والطواقم الطبية بشكل عام. نعم. في مسألة مواجهة الاحتراق الوظيفي ودعم الجانب النفسي. فطبعا بلا شك هم الجيش وهم الصفوف الأولى، ودعمهم مهم جدا للخروج من هالجائحة بسلام. ولله الحمد الموجة الأولى عدت بسلام وخرجنا بأفضل نتائج قياسية على مستوى العالم. الكل يعلم أن نسبة الوفيات بالكويت أقل من 1%، أفضل من كثير من الدول المتقدمة، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل الطواقم الطبية اللي كانت في الصفوف الأولى. وطبعا ما يعني ننسى فضل كل الجهات الأخرى اللي دعمتها بما فيها المنصات الإعلامية. نعم. فبلا شك يعني نحتاج فعلا الوقوف مع الطواقم الطبية في مثل هالمواقف ودعمهم بكل ما نستطيع. ويوم الطبيب فرصة. حلو. يوم الطبيب ذلك. فرصة أن احنا نقول لهم يعني أو نوجه لهم كلمة من عندكم، نستغل وجودكم معنا. تفضل دكتور محمد. والله أنا إذا بوجه أنا عندي كلمتين. الكلمة الأولى للشعب الكويتي أن لا نشكك في المنظومة الصحية، لا نسمع للخزعبلات والإشاعات اللي قاعد تتم. بالأخير المنظومة الطبية والأطباء هذولا ناس من أهلكم، ناس من شعبكم، ناس من جيرانكم، ناس من بيتكم. ما راح يطلعون بقرار بهدف تشكيك والسماع للإشاعات.
أو إقحام الجوانب السياسية أو المؤامرات في هذا الموضوع. فالنصيحة للمجتمع الطبي أو المجتمع الكويتي أن يطعمون ويلتزمون بالإجراءات الوقائية لمساعدة الأطباء. أما لزملاء الأطباء فكلمة شكر لا تكفيهم، وأرفع لهم القبعة، وإن شاء الله الله يقدرنا على خدمتهم باللي نقدر عليه من خلال جمعيات النفع العام. دكتور أحمد، قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام فإذا مرضت فهو يشفين، وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وطبعا المقصود بالعلم هنا الأطباء أو كل من يماثلهم. وقال الشافعي لم أرى أنبل بعد الحلال والحرام من الطب. وأيضا قيل أن العلوم علوم الأديان وعلوم الأبدان. يكفي ذلك فضل للأطباء بمكانة راقية وعمل إنساني عظيم. أشكرهم جميعا، أشكر الصفوف الأولى اللي قاعد يشتغلون في العناية المركزة ويواجهون أصعب الحالات، اللي قاعد يشتغلون في الطوارئ الطبية في أجنحة الكوفيد 19، في كل الطواقم الطبية اللي حوالينهم. لا ننسى أن أيضا نشكر قيادات وزارة الصحة اللي قاعد يعملون ليل نهار لتوفير البيئة المناسبة للأطباء، وهم طبعا زملائنا أطباء قاعد يشتغلون معنا. فيعني نشكرهم ونقول لهم الله يعطيكم العافية والله يجزيكم الخير وللأمام، وليستمر العطاء للخروج من هذه الأزمة بأفضل حال إن شاء الله. بإذن الله. كل الشكر لك دكتور أحمد، والشكر موصول للدكتور محمد، والشكر لكل طبيب في الكويت، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير، قواكم الله، وإيدنا دائما تكون بيدكم إن شاء الله. أكيد مستمرين معاكم مشاهدينا في مساء الخير يا كويت، ولكن من بعد هذا الفاصل. خلال جلسة المنعقدة اليوم، وأبرزها فرض حظر التجول الجزئي في البلاد، ويبدأ يوميا اعتبارا من يوم الأحد المقبل 7 مارس حتى 8 شهر أبريل. مشاهدينا، وحول حملة نبيك سالم التي نظمتها قوة الإطفاء العام نتابع هذا التقرير. أطلقت قوة الإطفاء العام حملتها السنوية التوعوية نبيك سالم، بهدف توعية المواطنين والمقيمين بأكثر مسببات الحوادث خلال فترة الحظر الجزئي، وتزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. اليوم احنا اخترنا هذا الوقت اللي هو فترة من 6 إلى 8، ما اللي هي فترة السماح ما بعد الحظر، لان يعني نتوقع وجود العديد من الاشخاص هنا في الممشى لممارسة رياضة المشي، فتكون فرصة لنا ايضا ان نلتقي فيهم ونعطيهم بعض النصائح التوعوية وتوزيع بعض معدات الأمن والسلامة والشرح كيفية استخدامها. نتمنى هذه الحملة توصل لجميع الأخوة المواطنين والمقيمين وتحقق أهدافها. وتتمركز مواقع انطلاق الحملة من بعض نقاط التفتيش في جميع المحافظات، وكذلك المواقع المخصصة لرياضة المشي في المناطق السكنية، وتوزيع حقيبة أمن وسلامة على المواطنين والمقيمين، للتأكيد على أهمية اقتناء مطفأة الحريق وأهمية تركيب أجهزة كشف الدخان المنزلية للحفاظ على الأرواح والممتلكات. تم تدشين هذه الحملة ابتداء من يوم الخميس الماضي على محافظات دولة الكويت الست من خلال النقاط التفتيشية الرئيسية في كل محافظة. تم توزيع عدد من الهدايا، فيها مطفأة الحريق وكاشف الدخان وأيضا بطانية الحريق وبعض مستلزمات الأطفال. هذه الهدايا دائما نحن نسلطها فيها أن هي حماية الأرواح والممتلكات. هذه الأدوات دائما تقلل من الحد
في انتشار اي حرائق لا سمح الله. واحنا اليوم متواجدين في ممشى منطقه صباح السالم في توزيع ايضا هذه الهدايا لمرتادين الممشى اللي هو طبعا من قرارات مجلس الوزراء اللي هي من الساعه 6 مساء الى الساعه 8 مساء في ممارسه رياضه المشي في المناطق السكنيه. دائما احنا نكرر التزامك في اشتراطات الوقائيه تقلل من نسبه المخاطر في الحرائق والحوادث. واحنا دورنا كاداره علاقات العامه والاعلام مستعدين في نشر الثقافه التوعويه للجمهور للحد من مخاطر الحريق، وانتظرونا ان شاء الله في اماكن مختلفه لتوصيل الرسائل التوعويه والنصائح التوعيه للجمهور. من منطلق شعار قوة الإطفاء العام وهو حماية الأرواح والممتلكات، مستمرين اليوم في ممشى صباح السالم في حملتنا نبيك سالم، واليوم طبعا نقوم بتوزيع الهدايا على الأشخاص وعلى أيضا الأطفال. طبعا تحتوي الأكياس على مطفأة حريق وكاشف دخان بالإضافة إلى بطانية الحريق وبعض الألعاب للأطفال. مثل ما احنا عارفين مطفأة الحريق وهي نستخدمها كخط دفاع أول داخل المنزل، وأيضا كاشف الدخان واللي هو يعتبر كحارس ليلي في المنزل، وبالإضافة إلى بطانية الحريق واللي تعتبر من أهم اشتراطات الأمن والسلامة داخل المطبخ. حياكم الله من جديد مشاهدينا. مشروع مراقبة الأداء والسلامة الإنشائية للجسور التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهدف من المشروع هو تطبيق السلامة الإنشائية للبنى التحتية والمرافق. للحديث أكثر عن هذا المشروع يستعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة شيخ السند، مدير برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. حياك الله دكتورة شيخة ومساك الله بالخير. في مساء الخير يا كويت. أسعد الله مساكم، الله يحييكم أخ عبد الله أخت مشاعل، شكرا لكم لاستضافة برنامجكم المميز. حياك الله. بداية دكتورة شيخة، يعني لو تعطينا نبذة تعريفية عن برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية يعتبر أحد البرامج البحثية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، واللي يندرج تحت استراتيجية مركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد. البرنامج يدعم الأبحاث فيما يتعلق مشاريع القطاع العام والخاص أيضا في تقييم أداء وتطوير بنية تحتية مستدامة ذات موثوقية عالية لدولة الكويت. أيضا برنامج الأبحاث التي تدعم البرنامج وضعت لدعم خطط الدولة التنموية المستدامة لبلاد أجل تحقيق رؤية الكويت الجديدة لعام 2035. طيب دكتورة، نظم المعهد معهد الكويت للأبحاث العلمية زيارة لموقع مشروع مراقبة الأداء والسلامة الإنشائية للجسر الواقع في تقاطع شارع القاهرة وطريق الفحيل السريع. كلمين عن هذه الزيارة والهدف منها. يعني طبقا هالزيارة نقدر نقول زيارة توعوية. نعم. ما تفضلت فيه أن للتعرف على أحد التقنيات أو أحد المشاريع البحثية اللي يقوم فيها معهد الكويت تحت إشراف معهد الكويت أبحاث العلمية، للتعرف على تقنية ما تسمى رقابة السلامة الإنشائية. المعهد طور هذه التقنية طبعا بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري وإحدى الشركات العالمية الموردة لهذه التقنية الخاصة بأنظمة تقنية مراقبة السلامة الإنشائية. الهدف أيضا مثل ما قلنا زيارة توعوية للتعرف على أحد المشاريع البحثية اللي تخدم الدولة. نعم. يعني إذا الهدف بشكل عام لو نبي نركز فيه أكثر دكتورة. طيب الهدف البحث العلمي من هذا المشروع. نعم. تقول إلى تطبيق السلامة الإنشائية للبنى التحتية، واستخدمنا أحد مشاريع الدولة التنموية تحت الإنشاء اللي هو تقاطع شارع القاهرة مع طريق الفحيل. بالبداية نقول كنا الهدف منه ترسيخ مفهوم المنشآت الذكية.
ومراقبة الأداء الهيكلي. طبعا يعني باستخدام هذه التقنية نقدر نحول المنشأ إلى مثل نقول منشأ ذكي. طبعا هذا البحوث التطبيقي تعتبر رائدة بالكويت والنوع والأولى بالكويت لاستعداد مشاريع القطاع الحكومية المتعلقة بتطوير مشاريع البنية التحتية. مثل ما قلنا تطبيق السلامة الإنشائية تم تطبيق هذه التقنية على الجسر المستخدم أحد الجسور لتحت إنشاء دولة الكويت. نقدر أيضا من خلال الدراسة التعرف على تأثير الأحمال المرورية على هذا الطريق نفسه. نعم. فهذا مختصر عن الهدف المشروع يعني. والأهمية إذا بنتكلم دكتورة شيخة عن أهمية تطبيق آلية تقنية مراقبة السلامة الإنشائية للجسور وأيضا الطرق. طيب مثل ما قلت سابقا أن هذا تعتبر يعني خطوة أولى وضرورية نحو نقدر نقول مدن ذكية مستدامة. نعم. تستخدم تكنولوجيا معلومات واتصالات من أجل تحسين وزيادة كفاءة التشغيل والصيانة. إذا بنقول أهمية نكتب فيها أهمية اقتصادية، أهمية بيئية، أهمية اجتماعية. على سبيل المثال يعني أعطيك مثال مثلا تقليل تكلفة الصيانة، المحافظة على المنشأ نفسه اللي نستخدم منها هذه التقنية، تأجيل الصيانة يعني الصيانة مثلا يعني تؤجل لأن احنا قاعد نستخدم تقنية عالية. صحيح. حماية المستخدمين أيضا وإطالة العمر الافتراضي للهيكل المنشأ اللي نستخدم فيه هذه التقنية. جميل. نعم. طيب ماذا عن الشركة الفرنسية المشاركة معاكم في هذه الزيارة؟ طبعا كانت ممثلة بسفارة فرنسا في دولة الكويت. الشركة الفرنسية اسمها أوسموس، هي أحد الشركات الرائدة عالميا في مجال تقنية السلامة الإنشائية. دور هذه الشركة في المشروع هي كانت أحد الشركات العالمية الموردة لهذه التقنية لما لديها خبرة واسعة في هالمجال. نعم جميل جدا. أيضا إذا بنتكلم عن يعني موضوع آخر دكتورة، لو بنتكلم عن فريق عمل المشروع في معهد الكويت للأبحاث العلمية. فريق العمل المشروع طبعا أنا جدا جدا فخورة بزملائي. فريق عمل المشروع طبعا يتكون من تخصصات هندسية وعلمية مختلفة من باحثين مهنيين مهندسين لديهم خبرة العملية العلمية والعملية المختلفة في قطاع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. نعم. جميل. طيب ماذا عن التعاون المشترك بين معهد الكويت للأبحاث العلمية مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟ طبعا هذا تعاون بحثي بين معهد الكويت الأبحاث العلمية والهيئة العامة للطرق والنقل البري. قامت الهيئة مشكورة بتزويدنا بأحد مشاريعها التنموية لتحت الإنشاء اللي هو الجسر، وذلك تطبيق هذه الآلية طبعا ما يدل على حرصهم الشديد لتطبيق أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في مشاريعهم التنموية وذلك المحافظة على السلامة الإنشائية لمنشآتهم. نعم. دكتورة شيخة، تقنية SHM كلمينا عن هذه التقنية. SHM هي اختصار لكلمة Structure Health Monitoring اللي هي تقنية السلامة الإنشائية. هذه تقنية تستخدم تطورات في تكنولوجيا الاستشعار والذكاء الصناعي والإنترنت لتقييم الأداء الإنشائي، وبالإضافة نقدر نقول ضمانة السلامة الإنشائية للمنشأ وتوفير أيضا استراتيجية الصيانة. هالمشروع اللي استخدمنا عليه هو يعني يمكن نقول أحد الخطوات الحيوية لتحويل الجسور في دولة الكويت إلى جسر ذكي من أجل تقليل تكلفة دورة الحياة للجسور. نعم. المشاريع القادمة لبرنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية المستقبل. إن شاء الله راح تكون في كثير من المشاريع القادمة اللي تخدم قطاع البنية التحتية والإنشاءات بدولة الكويت، واللي يعني نحطها إن شاء الله لدعم أيضا خطة التنموية المستدامة للبلاد أجل تحقيق رؤية كويت لعام 2035. طبعا الأبحاث راح تكون تقدم حلول علمية هندسية وتطوير تقنيات وأنظمة عملية لغالبية القطاع العام والخاص الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. نعم دكتورة شيخة، احنا كنا سعداء بوجودك معنا اليوم في مساء الخير يا كويت. هل من كلمة أخيرة حابه توجهينها؟ الصراحة انا اللي سعيدة باستضافتي في البرنامج. شكرا لكم واهتمامكم بمشاريع المعهد البحثية والتعرف على اخر تطورات ما نقوم فيه بالمعهد. ان شاء الله سالم مولى عز وجل التوفيق لنا ولكم لما فيه خير وصلاح للبلاد ان شاء الله يا رب. امين يا رب. كل الشكر للدكتورة شيخة السند مدير برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. فاصل ونرجع، خليكم معنا.
الفن أشكال وأنواع كثيرة، قدمنا يمكن منها العديد من النماذج عبر برنامج مساء الخير يا كويت. اليوم راح نعرض لكم نوع من هذه الفنون الجميلة وهو فن النحت على الخشب من خلال التقرير التالي. هواية الحرق على الخشب هي فن من الفنون التشكيلية. بداياتي كانت في سنة 2019، تأثرت فيها من خلال اطلاعاتي ومشاهدتي من خلال التواصل الاجتماعي والإنترنت، وبعدها شريت المعدات اللي هي المجموعة من الأخشاب زائد الكاوية. والأخشاب في منهم أنواع، عندك النوعية هذه واحدة من الأنواع اللي استخدمها اللي تصير الضعيفة اللي تسمى الباسوود، وفي أنواع أخرى عندك النوعية هذه اللي تصير سميكة شوية، الخشب السويدي اللي هو يكون بالشكل هذا أول ما تشتري، تالي تكون تشاري الورق الكربون وتحطه على الخشب وتكون طابع الصورة من البرينتر، وبعدها تحط على ورق الكربون وتمشي فيها بالقلم الرصاص حسب الشكل اللي انت تبي ترسمه. بعد ما يطبع على الخشب تبدي تحرقه بالكاوية اللي هي جهاز الحرق على الخشب. عندنا هنا مثلا صورة الحصان، شلون تبدي مثلا تحرق فيها. اول شيء طبعا تاخذ التحديد الصورة، وبعدين تبدي عاد بالتفاصيل شوي شوي. طبعا الخطأ في الهواية ما فيها رجعة، لأنها تعتبر هذه صعوبتها يعني. وفي أنواع أخرى من الخشب هم نقدر نستخدمهم، عندنا خشب جذع الشجر، هذا يعتبر هم بعد واحد من الأخشاب المميزة. وفي عندنا الخشب النوعية هذه، طبعا هذه من المنجرة، تقصها حسب المقاسات اللي انت تحتاجها. خلال أزمة كورونا استغليت وقت فراغي بهوايتي الحرق على الخشب بأني شريت مجموعة من الأخشاب، وبين فترة وفترة أبدي أحرق مجموعة من الرسومات تتنوع ما بين كتابات قرآنية، وجوه بشرية، كائنات حية متنوعة ما بين الطيور والتكرمون للحيوانات، بالإضافة للمناظر الطبيعية. إقبال الناس على الهواية في جدا مهتمين بهذه الهواية، خصوصا اللي يكونون من أهل الفن يعني، لأن لهم ارتباط وثيق بالهواية هذه، اللي يرسمون مثلا بالألوان المائية أو الزيتية أو بقلم الرصاص، لأن فيه تشابه فيما بين الهوايات هذه، لأن بالأخير تصب في مصلحة الفن يعني. وفي الختام أقدم نصيحتي إلى كل من يهتم بهذه الهواية، هواية الحرق على الخشب، لأن عددهم في الكويت جدا قليل يعني، ينعدون على الأصابع، وحتى على مستوى العالم ما هي بالعدد الكبير. وتعتبر هذه الهواية لها فنها وجمالها، بأنك تستخدم ألوان الحرق، درجات الحرق على الخشب، من غير ما تستخدم الألوان الثانية يعني الأزرق والأحمر والأخضر، فتعتبر جماليتها بتجردها من الألوان.
الخطوة الأولى لتلقي تطعيم كوفيد 19 تبدأ بالتسجيل عبر الرابط الموجود في الموقع الرسمي لوزارة الصحة. بعد الإتمام تسجيل البيانات سوف تصل رسالة نصية عبر الهاتف، وفي هذه الرسالة موعد تطعيم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19، وفي هذه الرسالة كذلك سوف يكون هناك الكيو آر كود رمز التحقق لاستخدامه عند الوصول. فور الوصول لمركز الكويت لتطعيم كوفيد 19 سوف تقوم بإبراز الرسالة النصية اللي وصلت لكم اللي فيها موعد التطعيم حتى يتم التحقق من البيانات والتحقق من رمز الكيو آر كود، وبعد ذلك يتم توجيهك لغرفة التطعيم. بعد التحقق من البيانات والمعلومات عند الاستقبال ومن الكيو آر كود سوف يتم الإرشاد إلى غرفة التطعيم، يتواجد فيها عدد 2 من زملائنا من الهيئة التمريضية، واحد لأخذ البيانات والمعلومات من المراجع الكريم، والآخر هو لإعطاء جرعة التطعيم. بعد التطعيم هناك منطقة للاستراحة ولمدة 15 دقيقة. في هذا الأثناء سوف تصل رسالة عبر الهاتف فيها موعد وتاريخ الجرعة الثانية من تطعيم كوفيد 19. كذلك سوف يتم تزويد برابط، في هذا الرابط سوف يتم توثيق أي أعراض جانبية لا قدر الله فيما لو طرأت، حتى يتم التواصل مع حضراتكم من قبل المختصين من وزارة الصحة. حالياً نحن في غرفة الملاحظة في مركز الكويت لتطعيم كوفيد 19. هذه الغرفة مجهزة بالأجهزة والأدوات اللازمة التي قد نحتاجها فيما لو دعت الحاجة لا قدر الله، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة وفق الجودة المطلوبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، طبعا يسعدنا أن نلتقي عبر الهاتف بالدكتور فيصل المناور مستشار بالمعهد العربي للتخطيط ورئيس فريق التدريب الإلكتروني في المعهد، الحديث عن الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط. مساء الخير دكتور، حياك الله معنا في برنامج مساء الخير الكويت. مساكم الله بالنور وحياكم الله، أهلا وسهلا في الجميع. حياك الله دكتور فيصل، في البداية ودنا نتعرف معاك على الدورات التدريبية اللي يقدمها المعهد في الفترة الحالية. طبعا المعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة إنمائية تعمل في مجال التخطيط التنموي. نعم. تخدم العادية، تخدم تقريبا دول عربية كافة في مجالات التنمية والخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية والتدريب وبناء قدرات المؤسسات العامة. نعم. طبعا بعد جائحة كوفيد تغيرت عندنا استراتيجية العمل من التدريب القائم على الحضور. نعم. إلى التدريب الإلكتروني، وساعدنا في ذلك أن هناك بنية تحتية قوية في المعهد العربي سواء على مستوى الموارد البشرية من القائمين على الآي تي. نعم. أو من خلال أساتذة المعهد أو تفهم إدارة المعهد لهذا التحول. جميل. هذا الأمر خلانا يعني بسرعة شديدة نبتدأ، يعني كنا ابتدينا بطرح مجموعة من البرامج التدريبية الخاصة في مواجهة جائحة كورونا على المستوى التنموي والاقتصادي. طرحنا في البداية 16 برنامج تدريبي خاصة في مسألة الانتعاش الاقتصادي وإدارة الأزمات وإدارة أيضا قضية الفقر، إدارة مواجهة قضية الفقر. عندنا كان أيضا هناك دورات كانت في مجال التنمية الاجتماعية وأثر كوفيد عليها والتنمية المستدامة ما إلى هنالك. وأيضا في نفس الوقت طرحنا خطتنا التدريبية كاملة على مستوى التدريب الإلكتروني، ووضعنا مجموعة من المعايير، مجموعة من المعايير التي استطعنا من خلالها أن نبني برامج تدريبية تستهدف الواقع الحالي وتستهدف وضع المعالجات وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الحكومية سواء الكويتية أو العربية. نعم. لمواجهة هذه الجائحة. إذن دكتور فيصل، يعني من أهم الفئات المستفيدة من هذه الدورات التدريبية اللي تقدمونها؟ إحنا كنا في السابق يعني قبل الجائحة استهدافنا كان للموظفين الجهات الحكومية
والمجتمع المدني في الدول العربية. تمام؟ بالإضافة إلى موظفين المنظمات العربية مثل الجامعة العربية، منظمة العمل العربية، يعني مجلس التعاون، هذه المنظمات. كنا إحنا هذا استهدافنا وهذا عملنا، الارتقاء بهذه المنظمات. جميل. لكن بعد الجائحة، وبما أن التدريب أصبح تدريب إلكتروني، قلل تكلفة الحضور إلى مقر المعهد العربي للتخطيط أو سفر أعضاء الجهاز الفني، ففتحنا الاستهداف إلى البابليك، إلى العام أصبح. جميل. فأصبحنا ندرب ما هو يرشح لنا من قبل الدول الأعضاء في المعهد العربي للتخطيط، بالإضافة إلى عامة الناس. وكثير من اللي التحق فينا هم أيضا موظفين وطلبة دراسات عليا أيضا، وفتح المجال أيضا لموظفين القطاع الخاص أيضا، فأصبح عندنا شريحة توسعنا في شريحة الاستهداف. نعم. من خلال هذه الدورات. نعم دكتور فيصل، ما شاء الله الشريحة صارت أكبر، فمن خلال متابعتكم للدورات التدريبية شلون تقدرون تقيسون الفائدة المستفادة من التدريب؟ طبعا إحنا عندنا نوعين من القياس. نعم. تمام؟ اللي هو الإقبال، يعني أنت لو ما كنت تقدم شيء جيد فأنت ما راح يكون عليك إقبال كبير. تقريبا إحنا اليوم يعني يسجل في البرنامج التدريبي أكثر من 900 إلى 1100 طلب في البرنامج الواحد، ما شاء الله. وعندنا تقريبا إحنا يعني إلى اليوم نفذين أكثر من 150 برنامج تدريبي. ها؟ نعم. هذا العدد مقياس أنك أنت عليك طلب، لأنك قاعد تقدم شيء يعني يواكب القضايا المعاصرة، وتحاول أن من خلالها تبني قدرات هؤلاء. نعم. عشان ترفع من مستوى الأداء والكفاءة وفاعلية العمل. نعم. رقم اثنين. نعم. رقم اثنين في القياس أيضا، إحنا نتابع هؤلاء من يتدرب عندنا بعد يعني خضوعه للعملية التدريبية، أيضا نتابع قياسه مع مؤسساته. وعندنا نموذج خاص للمعهد العربي للتخطيط، من خلاله إحنا قاعدين نبحث هالأمور ويعني ونكتب التقارير حوالينها. نعم. إذا يعني هل قدمتوا برامج تدريبية للكوادر الوطنية العاملة في الجهات الحكومية حول الخطة الإنمائية في الدولة؟ إيه طبعا، إحنا كان عندنا تعاون في بداية الجائحة. نعم. كان عندنا تعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بأن بسبب جائحة كوفيد والحظر اللي كان موجود وعدم سهولة الحركة وأيضا عدم القدرة على القيام بالتدريب الحضوري، أصبح بيننا تقريبا مشروع. إحنا عملنا مشروع مع الأمانة العامة للتخطيط. نعم. كان فيه 30 برنامج تدريبي ينقسمون على 3 محاور. المحور الأول كان يستهدف الـ يعني الفئات، خلينا نقول من مدير وأعلى في الجهات الحكومية، وهذا كان يعني المحور للتخطيط التنموي. وعندنا محور ثاني استهدفنا فيه الموظفين الجدد لرفع قدراتهم وكفاءة العمل فيهم. نعم. والمحور الثالث كان خاص في مسألة تحسين مستوى أداء الإدارة العامة من جميل. خلال بناء السياسات وتحليلها والقدرة على استشراف المستقبل وكتابة التقارير وما إلى هنالك. نعم. دربنا تقريبا، احنا انتهينا من هذا المشروع، طبقنا 30 برنامج تدريبي من منتصف شهر 7 الماضي، وانتهينا منه تقريبا الأسبوع اللي طاف. نعم. دربنا فيه أكثر من 1000 موظف يعمل في الحكومة الكويتية. جميل. والميزة أيضا في هذا الأمر أن أدخلنا بالإضافة إلى أساتذة المعهد، خبراء ومستشارين المعهد العربي للتخطيط، دخلنا عناصر كويتية في التدريب معانا. يعني احنا استطعنا ان نؤهل عناصر كويتيه من حمله الماجستير والدكتوراه. نعم. في التدريب الالكتروني في هذا المشروع. جميل. دكتور، شنو راح تقدمون من خبرات من موضوعات بالمؤتمر الخليجي الثاني لدعم منظومه الابتكار والابداع والتكنولوجيا ورياده الاعمال؟ طبعا احنا مو بس عندنا المؤتمر الخليجي هذا اللي راح نقدمه. نعم. احنا ايضا في شهر 6 عندنا مؤتمر ضخم وكبير. طبعا راح يكون الكتروني ايضا. حلو. اسمه عام ونصف على جائحة كورونا. نعم.
ويتناول العديد من القضايا. اليوم في مؤتمرنا هذا أهدافه طبعا يعني هي مسألة تعزيز مناخ الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وأيضا من أهدافه دعم استدامة النمو الذكي وتنفيذ الاستراتيجيات لتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والابتكارية والإبداعية على جميع المستويات. يعني احنا نبي نحاول ان نغرس ثقافة الإبداع والابتكار ونشوف افضل ما توصل او احدث ما توصل اليه العلم والتقارير والأبحاث، وبنحاول ان نحط اطر يعني لننفذ هذه التوجهات على مستوى الكويت ودول مجلس التعاون أيضا. نعم دكتور، هذا التعاون الخليجي بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ماذا سيساهم في المستقبل؟ طبعا أنت عارفين شغلة أن إحنا في المعهد العربي للتخطيط عندنا العديد من الشراكات سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. عندنا شراكات مع البنك الدولي، عندنا شراكات مع منظمة التعاون الاقتصادي OECD، عندنا مع الأمم المتحدة، وأيضا على المستوى الإقليمي من خلال جامعات، من خلال مؤسسات تدريب كبرى الإسكوا. فعندنا منظومة أو شبكة كبيرة من الشركاء. نعم. من خلال هذه يعني التفاعلات والشركات إحنا قاعدين نطلع في برامج مهمة لخدمة الدول العربية في جائحة كورونا. يعني إحنا الآن مع OECD عندنا برنامج خاص عن تطبيقات الحوكمة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. نعم. بمحاولة أن نضخ تحفيز ونضخ مسألة تعافي المؤسسات من هذه الجائحة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية للارتقاء بأدائها. نعم، هل من كلمة أخيرة قبل الختام دكتور فيصل؟ والله كلمتي الأخيرة يعطيكم العافية وما قصرتوا على هذه الاستضافة اللي خليتونا من خلالها نبين دور المعهد العربي للتخطيط حاليا، خصوصا أن المعهد العربي للتخطيط اليوم حقق أرقام كبيرة في مسألة الاستفادة من برامج التدريبية. إحنا اليوم عندنا تقريبا يعني على نهاية شهر 6 عندنا تقريبا 150 برنامج تدريبي، غير عشرات الورش التدريبية الموجهة لرواد الأعمال. هذه البرامج التدريبية الطلب عليها اليوم تجاوز تقريبا 30,000 طلب مشاركة. بقدراتنا استطعنا أن نلبي تقريبا من 12 إلى 13,000 طلب مشاركة في هذه البرامج. شكرا لكم أنكم أنتم أعطيتونا المجال لنبين الدور الهام لهذا المعهد في خدمة القضايا التخطيطية والتنموية على مستوى الدول العربية. والشكر أيضا موصول لك، وكل الشكر للأستاذ الدكتور فيصل المناور مستشار بالمعهد العربي للتخطيط ورئيس فريق التدريب الإلكتروني في المعهد. فاصل ونرجع، خليكم معنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المسؤولية على عاتق الجميع، ولحماية أفراد عائلاتنا ومجتمعنا لابد من التزام المنزل واتباع إرشادات الوقاية والابتعاد عن التجمعات. كن مسؤولاً وجنب نفسك وأبنائك خطر العدوى، ولنعمل جميعاً على نشر الوعي والتعاون للوقوف مع من هم في الصفوف الأولى لمواجهة العدوى. وبشذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا المساء من مساء الخير يا كويت، إن شاء الله تكونون بصحة وعافية دائما، ونذكركم دائما وأبدا الالتزام بالإشتراطات الصحية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. مشاهدينا شكرا لكم ومع السلامة.